انضموا إلينا من بيروت، ينضم إلينا الأستاذ خالد زين الدين الكاتب والباحث السياسي اللبناني. مرحبا بك أستاذ خالد، واتصالا بما نشهده من تطورات على الجنوب اللبناني، وزير الدفاع يؤف جالنت يقول إن هذه الغارات ستستمر أياما. برأيك ما الهدف الإسرائيلي إذن القريب أو البعيد من وراء هذا التصعيد على هذا النحو في الجبهة اللبنانية؟ يحاول الجيش الإسرائيلي الضغط على حزب الله التراجع أولا إلى ما بعد النيطاني وتنفيذ القرار 1701 من جهة واحدة، لأن 1701 أيضا يلزم إسرائيل في العديد من الجنود، ولكن لا تريد الالتزام، تريد فقط تطبيقه من الجانب اللبناني. ثانيا، لاحظنا البارحة 17 غارة على محيط مدينة بعلبك، فلذلك ضربت العمق وفق ما صرح به الجيش الإسرائيلي، ضرب منصات صواريخ كانت تعد لضرب العمق الإسرائيلي. اليوم هي حرب على لبنان في كل أنواعها، لشل قدرات حزب الله الصاروخية، لضرب معاقل حزب الله، وللضغط على الدولة اللبنانية، للضغط أيضا على حزب الله تراجع إلى ما بعد الليطاني وتأمين منطقة آمنة إلى ما حدود 12 كيلومترا على الحدود الشمالية اللبنانية الفلسطينية، لإعادة سكان الشمال والمستوطنين وإعادة الأمن والهدوء والعمل والحياة إلى طبيعتها في الشمال. فلذلك سنشهد المزيد من التصعيد، المزيد من العنف، المزيد من الغارات، مع استبعاد الحرب المفتوحة. لما تستبعد حرب مفتوحة أستاذ خالد؟ ألا يمهد ما يحدث لدخول بري مثلا أو حرب أوسع نطاقا؟ ما زلت حتى الآن أستبعد الحرب البرية. اليوم القيادة الوسطى الأمريكية في المنطقة هي من تدير المعركة أولا، وإن مع أنني أستبعد، وإن حصل اجتياح هو يحصل لتأمين منطقة عازلة في الداخل اللبناني. ثانيا، الحرب على الاغتيالات والضربات التي تنفذها إسرائيل تحقق الكثير من أهدافها وبأقل خسائر وداخل وبأقل تكلفة داخليا عليها وخارجيا. طيب، هو يتحدث أيضا جالنت أستاذ خالد عن إضعاف قدرات حزب الله، هل تعتقد أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق بالفعل؟ يعني ما زال حزب الله قادرا على إطلاق المزيد من الصواريخ والكشف عن قدرات أعلى عسكريا؟ طبعا ما زال حزب الله يملك الكثير من القدرات والأوراق ولديه خطط بديلة ولديه أسلحة نوعية، وشاهدنا هذا حتى حماس في داخل قطاع غزة منذ 11 شهر والحرب على غزة والمحاصرة والضرب، وما زالت حماس تملك جزء كبير من قدراتها. هو اليوم حزب الله مرتاح أكثر من حماس، حزب الله لديه إمكانية أكبر في التحرك، في التخطيط، في الاستهداف، في لديه منظومة صواريخ، لديه قواعده، لديه أسلحته، وشاهدنا في اليومين الماضيين استخدمها حيفا وفي العمق وفي الداخل ومناطق أخرى أيضا. فلذلك هي حرب اليوم استنزاف، حرب ضربات استراتيجية، ضربات عسكرية، قواعد، مراكز، حرب الاغتيالات الشخصيات. وشاهدنا أيضا اغتيال القادة الكبار لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. فلذلك تحاول إسرائيل إعاقة قدراتهم، شل قدراتهم على استهداف العمق الإسرائيلي. لكن يعني ألا يستغرب هنا أستاذ خالد أن تكشف إسرائيل عن أوراق قوتها مرة واحدة، يعني من الاختراق الإلكتروني إلى هذا الكم غير المسبوق من الاغتيالات في عدد من القيادات المؤثرة لحزب الله، إلى غير ذلك من يعني من استعراض للقوة. لما تكشف إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي أوراق قوته مرة واحدة في هذا التوقيت القصير؟ لم تكشف كل أوراق قوتها. إسرائيل دولة لديها دعم دولي عالمي من الكثير من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول التي تدعمها تملك المال والتكنولوجيا والسلاح وأحدث الأسلحة. اليوم إسرائيل هذه الضربة التي ضربت فيها حزب الله من خلال تفجير أجهزة البيجر، هي كانت تخطط لها منذ زمن بعيد، حتى استطاعت استغراقها والوصول إليها والوصول لتحديد أماكن الأشخاص وضربهم.
وأعتقد ما زالت لديها الكثير من الأوراق، هي الدولة لا تنام، من جهازهم الاستخباراتي معروف من أقوى الأجهزة في العالم، ولديه كافة الإمكانيات التكنولوجية والمالية التي تجند لخدمتهم ولدعمهم، حتى يكون لديهم كل الداتا التي تتطلب، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي من القيادة الوسطى في الشرق الأوسط والدعم الفرنسي والألماني والبريطاني لاستخباراتهم. فلذلك أعتقد كما حزب الله لم يكشف عن كافة أوراقه، الإسرائيلي ما زال يملك أوراق. هي حرب استنزاف، من سيتألم في البداية سيخسر. ولكن للأسف الشديد الوضع حتى في لبنان وضع سيء جدا، الداخل كل الشعب متخوف من المستقبل المجهول من الأيام القادمة، هناك هجرة من الجنوب إلى الداخل اللبناني، ومع بداية العام الدراسي ومع بداية السنة الدراسية القادمة مئات المدارس مقفلة، هناك منشآت استوديو في الجنوب، إلى أين ذاهبون الأيام القادمة ستحدد؟ يعني هذا هو السؤال أستاذ خالد، أنت أشرت إلى أنها معركة عض أصابع، يعني أو لي أذرع، يعني من يتألم أولا هو الخاسر، في ضوء موازين القوى التي أشرت أنت إليها بتفوق الجانب الإسرائيلي بالدعم الغربي، هل تعتقد أن حزب الله هو الذي سيصرخ أولا إذن؟ نرى كيف تتعامل إيران. إيران هو جزء لا يتجزأ من حزب الله، هو جزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية والسياسية الإيرانية، بالإضافة إلى الحشد الشعبي في العراق، بالإضافة إلى وجودهم في سوريا، بالإضافة إلى الحسين في اليمن. فهل ستشن حرب شاملة من تلك الجبهات على إسرائيل، مما يضطر الإسرائيلي للتفاوض مع إيران عبر الأمريكي لإنهاء المعركة والخروج بسله من الاهداف للجميع، ام انها ولكن استبعد هذا الحال حاليا في المرحله، مع ان الرئيس الايراني هو اليوم متواجد، وصل البارحه الى الولايات المتحده الامريكيه، ولكن نحن امام مرحله صعبه، مرحله ترقب. حرب غزه ستحدد من هو الفائز، حرب غزه هي ستحدد مصير المنطقه العربيه باكملها، وايضا بالاضافه ستحدد هي من هو الفائز والمنتصر في الجبهة الشرقية. لكن ألا ترى هنا أستاذ خالد أن الولايات المتحدة غائبة كميزان سياسي للأمور بسبب انشغالها في الانتخابات؟ هي حاضرة، الولايات المتحدة الأمريكية تفصل العمل السياسي عن العمل الأمني والاستخباراتي والعسكري والحروب. الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة داعمة لإسرائيل، غرفة عمليات مشتركة تمول إسرائيل بكافة المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي والأسلحة، لأن إسرائيل تشكل المنظومة الأمريكية في الشرق الأوسط التي تواجه التمدد الصيني والروسي في مكان ما. لكن هل يفهم من هذا أن الولايات المتحدة أعطت ضوءا أخضر لما يحدث في لبنان أو على جبهة لبنان؟ نعم، هي أعطت ضوءا أخضر، وهي من تساند إسرائيل في عمل، لكن وهي ملتزمة بأمن إسرائيل والدفاع عنها. نعم، لكن الخطاب السياسي الأمريكي المعلن حتى على الأقل في المستوى السياسي عبر الخارجية مثلا دائما يحذر من توسيع دائرة الصراع، وأنه جبهة لبنان ينبغي ألا يعني يزيد منسوب التوتر فيها على نحو أكبر وما إلى ذلك. أنت تتابع لا شك ما يصدر عن وزارة الخارجية. طبعا نترقب ونتابع على حدث تلو الآخر، كل ما يصدر عن الخارجية الأمريكية لا يمثل حقيقة ما يحصل على الأرض من الدعم لإسرائيل. طيب، مسألة اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالمواطنين أستاذ خالد، هل يمهد هذا ربما لمجزرة أخرى على غرار مجزرتي الثلاثاء والأربعاء؟ إسرائيل مستعدة أن تفعل كل شيء في ضمان استمراريتها وضمان، هي حرب وجودية تعتبرها وتعتبرها حرب مستقبلية، إن خسرتها ستنتهي وستزول عن الخارطة، وإن انتصرت ستبقى وستهيمن، فهي حرب وجودية وكيانية ومدعومة من الغرب بأكمله ومن الدول الأوروبية بأكملها ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن كل حلفاء أمريكا ومن الناتو. هي حرب لبقاء الأمريكي في المنطقة وبقاء الأوروبي والسيطرة على مقدرات المنطقة وموانئ المنطقة ومرات البحرية في المنطقة والثروات النفطية في المنطقة، ولمنع وحدة الدول العربية والأشقاء العرب ولتشتيتهم ولتفتيت المنطقة لضمان تفوق إسرائيل والسيطرة، ولمنع التمدد الصيني في المنطقة، ولمنع أيضا التمدد الروسي في مكان ما، مع أننا سنشهد في المستقبل
المفاوضات الروسية الأمريكية فيما يتعلق في أوكرانيا. يعني هل أنت مع تداخل الملفات على هذا النحو أستاذ خالد؟ نعم، هناك نظام عالمي جديد سينشأ، ستكون كل الملفات مرتبطة بعضها، تايوان، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكوريتين، أذربيجان، أرمينيا. اليوم ما يقلق أيضا الأمريكي التعاون الصيني الباكستاني، الباكستان التي تملك سلاح نووي، وأيضا ملف الشرق الأوسط والتمدد الصيني في العراق، والعلاقات الصينية الخليجية، والعلاقات الروسية العربية، العلاقات الروسية الخليجية. أيضا كل ذلك يقلق إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، فلذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية دعم إسرائيل دعما مطلقا للانتصار في هذه الحرب، لأن انتصارها هو استمرار للقيادة والسيطرة الأمريكية على المنطقة في حد كبير.